başıma gece gündüz aşk ateşine yanarım yanarım kimse bilmez bak şu kalbim. لا لا وليدي ريح هاك. يعطيك الصحة خالتي. بالصحة ولهنا يا وليدي. يسلمك. هاك وليدي مش ما تبردش. ربي يعيشك. بلا مزيتي. صباح الخير. وانت تاني. عزيز بابا ما عندنا ما راح نناقشو كيف كيف. عزيز وليدي وين كنت لدوكا يا عمري ولا غير تقلقت عليك بزاف؟ هو ما على بالوش كاع بينا كي نهدر معاك ما تروحش وتخليني فهمت؟ أنا باباك. هاي وش راك تدير؟ وليدي وريني نشوف. ما بيا والو يما جرح صغير برك. وش راكي تشوفي؟ أنا وش دخلني؟ السباكة على هذيك الطفلة. يا وليدي هكذا سمحت في روحك على جل هذيك الطفلة؟ لهالدرجة الطفلة هذيك تهمك؟ ايه يما تهمني بزاف وتهمني اكثر من روحي. انتوما برك ما حبيتوش تفهموا. مازالك تعاود فيها وتقول تهمني اكثر من روحي؟ الطفل هذا راح يباصيني كاش نار نقتلو. نزار تعيش خلاص خلاص من اليوم ما تجيش تدخل روحك في هاد الحكايه. انا نهضر معها من المره للمره ونخليها تخرج من حياة وليدي ونزيد نمسحها من حياتنا كاع. هاي لهذه مغربة وعلاش ما علمتونيش بهذا الشيء؟ يجي واحد لهنا ويتهجم على الطفلة ويحب يسرقها وأنا ما على بالي بوالو كيفاش هذا؟ احنا قلنا راك مقلق على القضية وما حبيناش نزيدو عليك. خالتي عدلية ما دخلهاش. أنا اللي قلت لها ما تقولكش حتى تجي. ماشي حق عليكم وأنا وش راني ندير هنا؟ أنا هنا راني على جالكم بعيد الشر لو كنت صراكم كاش حاجة. لوالديكم مساكن واش راح نقول لهم؟ عمي إبراهيم ربي يعيشك ما تقول والو البابا والله غير يزعف بزاف ويديني منا خطر مازال ما قنعتوش 100% نقرا في الجامعة. ربي يخليك ما تقولوش. إيه بالصح اللي صرا ما نقدروش نسكتوا عليه. صح والشرطة راهي تحقق في الموضوع كيشدوا المجرم لتما نهدروا. هذاك الضابط قال نقعد نحوس عليه حتى نحكمه. راني نشوف باللي عجبك بزاف الضابط هذا. هلا لا عدلية شنو هاد الهدرة؟ السيد خاطر بحياته على جال طفلة. خلاص خلاص راني فهمتك من بعد نهدروا أنا وانتي في هذا الموضوع. أنا لازم نروح دوكا بصح كيفاش نخليكم وحدكم؟ وش ندير دوكا؟ روح ما تقلقش روحك راني هنا مع الطفلة ما نخليهاش دقيقة واحدة. اوه ما نقدرش يا الحاجة عدلية شفتي وش صرا البارح؟ تيا وش درتي؟
قدرتي تعاونيها؟ واش ندير دركا؟ لازمني نروح للجامعة وما نقدرش نخلي الطفلة هذه وحدها. مالا هكذا ديها معك، هكذا خير. ايه عم ابراهيم، راك رايح تشوف رانا كراي على جال موضوع الدعوة؟ ايه صح، على جال هذا الدعوة شاورت ناس نعرفهم عندهم خبرة في أنقرة، بصح قالوا لي ما شكيش تربحهم. وشنو هذا؟ كيفاش يقبلوا بهاد الحقرة كاع؟ ايه يا بنتي ما تعمريش راسك بهاد الحكاية، في وقتنا هذا اللي عنده دراهم يقدر يشري ضمير الناس عادي. لازم تفهمي حتى ميزان العدالة راهو مايل، والفقير مسكين هو اللي خلص دايما، واحد ما راهو يحسب واش يعاني مظلوم. راني حابك تفهمي الدعوة ديالنا راهي حابسة على حكم القاضي. وعلاش راك حاب تشوف رانا كاراي؟ صحابي هما اللي نصحوني هكذا، قالوا لي شوف معها وتفهموا، على بالك هي اللي شادة الإدارة وفي يدها كل شيء. انت تعرف كيفه، بصح هذيك المرأة في عمرها ما تقبل بحاجة كيما هذه، راهي تشوف فينا أعداء ليها وفي قلبها كره كبير علينا. أمنيني يا بنتي الكره هذا ماشي عليكم، عليا. ثم انت تعرف رانا كاراي؟ أني سارانا فولارة. هاد الفولارة طاحت لي. يعطيك الصحة، لو كان راحت لي كنت راح نزعف بزاف عليها. تعيش ولو كانت زعفينتي أنا تاني راح نزعف. انت يا واش راك دير هنايا؟ جيت باش نسجل، بصح راني صبت حاجة خير من تسجل. أيا روح خلينا نروح نصيبوا حل هذه المشكلة. أيا بنتي غدوة الموعد تاع المحكمة صح؟ ما على باليش باش يخمو هادو كيفاش يديرو هكا، وش بيهم هادو هبلوا باش يرفعوا دعوة ضد الجامعة ويدخلوا معركة بينا راح يخسروا فيها. هاد الجماعة ماشي سهلين، يخدموا من تحت لتحت وما يتاملوش، بصح كاين واحد راهو يلعب بهاد الطلبة مساكن، يتبعوا في واحد المحامي وما على بالوش وين دايهم، هو اللي مستكلف بالدعوة، وزيد بزيادة متخرج من هاد الجامعة هادي. اه صح، واسمو؟ واحد واسمو إبراهيم ايكون. وشنو إبراهيم؟ علاش تعرفه؟ سيد القاضية أمنيني، الموكل ديالي قام بالجريمة بصح ماشي غرضو، في حق هاد الطفلة مولات العيون الزرقاء، هي اللي سحرت الموكل ديالي مسكين ودات له قلبه البارئ وخلاته هكا عمى. إيه يعني يا سي إبراهيم أيكون راك حابني نطلق الموكل ديالك؟ لا لا بالعكس، أنا نطلب منك تخليني محبوس. ونخلي لك هاد المحابس. اسمع واش قررت المحكمة، حكموا عليك مؤبد بالحب. هادوك عندي شوية خدمة، سمح لي ومن بعد نكملوا الموضوع. تفضل. وين جاي مكتب مدام رنا؟ روح قبالة مع الاخر على اليمين. ما تدخلي لي حتى واحد.
ربي عاوني. أنام؟ أنا نكون المحامي إبراهيم أويكون، حاب نشوف مدام رنا، راهي لدخل. بصح عندك موعد معاها؟ لا لا سمحي لي ما عنديش موعد، بصح لازم نشوفها بخصوص القضية تاع غدوة، معليش تعلميها. اسمح لي بصح دكتورة رنا راهي مشغولة. بنتي، أنا راني هنا باسم الموكلين ديالي، وغدوة موعد المحاكمة. على الجال هذا روحي قولي لها، لازم نشوفها ضروري، من فضلك. اصبر دقيقة برك. دكتورة رنا، كاين برا واحد المحامي، راهو يقول لازم يشوفك على جال الدعوة. شكون هذا؟ المحامي إبراهيم أويكون. روحي حاوزيه وقولي له ما نحبش نشوفو تشوف، ما يزيدش يولي لهنا. دكتورة رنا راهي مشغولة، ولي وقت واحد آخر. هي بالك تكون فارغة شغل، بصح أنا مشغول. من فضلك أستاذ ما تقدرش تدخل بهالطريقة، احترم نفسك. دكتورة رنا دخل بالسيف عليا. عندك وتش وجاي تقابلني بيه؟ رنا خلينا ما نرجعوش هذا الموضوع شخصي. أنا راني جيت على جل الطلاب. أول حاجة لازم تقول مدام رنا، على خطر ما بقى بيني وبينك والو. معليش مدام رنا، كيما تحبي، أنا جيت لهنا باش نصيب حل معك. اللي راني حابه تخمي لو كان شوية وتزيدي تحسي بالدعوة ديالنا. وعلاش حتى نتفاهم معاكم؟ ما فهمتش. خاطر رنا اللي نعرفها سمحي لي مدام رنا، هكذا اللي كانت تدير، كانت حاس بزاف بالناس بقلبها وبإحساسها، وتصيب دايما الحل قاع المشاكل. بصح انتو ما غلقتو قاع الطرقان أستاذ إبراهيم. تما راح تحاسبيني أنا وهذا الطلاب هما اللي خلصوها. بصح وجهك صحيح، انت راك حاسب روحك باللي تهمني يا أستاذ إبراهيم. أفهم باللي انت بالنسبة ليا والو، الماضي خلاص نسيتو، ودوك ندير واش هيتفرضوا عليا خدمتي، ونطبق قاع واش هيتشوفوا الإدارة مناسب. وأنا تاني راني نطبق واش تفرض عليا المهنة ديالي. بصح واش راني نشوف واش راكم تديروا قاع ما عندوش علاقة بالقانون، وعلى هذه جيت باش نقولكم ما تديروش المنكر، ونقولكم ما تظلموش هذا الطلاب. وعلاش؟ تسمى انتوما ما راكمش ظالمينهم، مع الأول تلعبوا لهم براسهم وتستغلوهم في مصالحكم، ومن بعد ترموهم. تقدر تكلخ لكاع الناس هكا، بصح انا لا هدوك خرج برا. يا دكتوره راكي غلطه، عم ابراهيم ماشي هكذا داير. وانتي منين خرجتي تاني؟ ماشي حاوزناك. صح انتوما حاوزتوني، بصح هو ما خلانيش. انتوما حبيتوا تهناو مني بدراهم، بصح هو لا دخلني الاقامه بلا والو. هو رفع لي راسي، ماشي كيما انتوما حاوزتوني، وما يستاهل حتى كلمه ملي قلتي له. وعلاش انتي واش تعرفي عليها؟ ما كاين حتى واحد يعرف وجهه تاع الصح. راكي شايفه هذا الراجل؟ هذا الراجل اي خلاص. تتعديش حدودك معايا، انا على بالي مليح واش راح ندير، وغدوه راح ندعي ربي ودرك نشوفوا واش تحكم المحكمه. اللي يسمعك يقول بلي سمحت لك على كل شيء، بصح انا عمري ولا نسامحك. لا أنا ولا بنتي ما راحش نسمحولك. عم إبراهيم استنى شوية، تعيش فهمني الحكاية. علاش تهدر معك الدكتورة رنا هكذا، وانت وش درت لها؟ حبيتها، أنا حبيتها. هذا مكان، هذا الأستاذة كانت المرأة الوحيدة في حياتي اللي حبيتها. رنا كانت مرتي،
يا ربي انا وين حطيتها؟ راني بزاف مزروب. وين راك رايح؟ ماشي راح تديني نشوف قبر بنتي، راني حابه نقرا الفاتحه على روحها. انتي واقل هبلتي يا، راني نقول لك راني مزروب من بعد نديكو. انت والله ما تخاف ربي. راني واجد يا اخو. يا وراي الكابا وقولي هاي لك، انا حطيتها هنا. اسمعوا قعدوا عقلينا، ما على بالكش قابية تخمم غير في الكابة. خويا فريد ربي يخليك اهدر معه شوية. بنتك ماتت، هدوها مكتوبة. روح ان شاء الله ما تشوفوا طريق الربح في زوج، والله ما يسمح لك دنيا واخر على وش درت فيا. يا سكتي قبل ما تضربك ولا غنكسر لك سنانك. راك حابني نسكت بعد الشي اللي درتو فيا؟ ان شاء الله تحرق لك جهنم عظامك يا كمال. واش درك ما تبلعيش يا الهم؟ لازم لك تدق باش تبلعي فمك هاك. كمال واش راك دير؟ وانت في عود ما راك تشوف فينا، ارفد الدراهم يا الحابس ارفد. انت بعدي نحي يدك، نحي نحي. منين جبت هادو الدراهم كامل؟ وانت واش فراك؟ واخا راح تولي شريكتي يا الله. فريد اجري. خلاص لميتهم كامل، ملايين روحوا. هيا هيا روح 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 تحرك. هيا اجري اجري. ايه اخزروا فيا، تمدوا يدكم لهادي الكابة والله غراس تاعكم من طرطكهمكم، فهمتوا؟ ما تخافش من مدوش يدنا على درهم الحرام. يما شتي شحال كاين درهم بزاف، على واش راهم ناويين؟ اصبر والله غير نكره لك حياتك، ما نخليكش تهنى كاع بدراهمك. تروح وين تروح تخلصها غالي على واش درت فيا يا كمال؟ والله غير انا اللي نحاسبك، نوري لك كيفاش. سيد كان وحده، ما كان معه حتى واحد تما. انا مش حتى واحد معه، دا الدراهم فد روحه وراح. لازم تعرفوا لي علاقة هذا الراجل بهذيك الطفلة يليف. نعم حضارة، تفضل تروح. فرحي وسعدي تجال حبيبي ديالي، بعتنا كنت وحدي رجع لي دلالي. فرحي وسعدي رقصوا فرحوا ومعاكم منغني، لي شغل بالي خلاص اليوم ولالي، لي شغل بالي خلاص اليوم ولالي. فرحي وسعدي لحبيبي ديالي، فرحي وسعدي تجال حبيبي ديالي. ماما بنتي وشنو هادو؟ طيبت قاطو بزاف بنين العزيز، وشوفي دوك نزينهم باش يولو بزاف شابين. سهام يا اخي لاباس. ايه ماما راني هايله، واليوم رميت كاع دوا في الزبل. جاب لي ربي راكي تنومي، ولي لعقلك يا طفله حتهبليني. لا لا ما رانيش نوم، انا راني مامنه بحياتي، بعزيز، بخطيبي، بكلش. يا عمري خلاص ما كانش عزيز، ما راكيش تفهمي. لا لا ماما كاين وراح يرجع كلش كيما كان. وانتي منين جبتي هاد الهضره؟ بابا لي قال لي هاد الشيء، وقال تاني راح ينحي كاع المشاكل اللي بيناتنا. ها 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 ويموتوا الحسادين. موتوا 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 حبيبي ولا لي. مبروك عليك عزيز كي ولات الخدمة ديالك. شكرا سيدي. روح قول لباباك نهار السبت نجو عندكم. ولا ما على بالكش باباك عرضنا العشاء. ايه على بالي. هيا مالا نشوفكم بعد. نعم رانا خويا، لو كنت تشوف واش صرا اليوم.
غير خير، واش صرالك؟ لو كان تعرف شكون جا لعندي اليوم. شكون؟ ابراهيم، راهو رافع دعوة على الجامعة. سيخو ناصر هو المحامي تاع البنات. صح، انت هضرتي معاك اش حاجة؟ دخل قبالة للمكتب ديالي هو وهذيك الطفلة، ما خلاو كلمة ما قالوها ليش. واش من طفلة؟ مولات المصايب، هذيك اللي اسمها إليف. وهي واش راهي دير معاه؟ ها والله ما على بالي يا خويا، راح نهبل. ابراهيم عنده إقامة تاع البنات، بالك يسكن عنده. الحاجة اللي على بالي بها لازم نربح الدعوة بأي طريقة، ما راحش نخليهم يربحوني أبدا. ماشي انت يا، أنا اللي ما راحش نسمح بهذا الشيء يصرى. واش راهو صاري؟ اسطنبول بطولها وعرضها، الطفلة ما لقات غير باباها، وكل ما نحاول نبعدها علينا تعاود تولي تقلقنا. ابعثوا لي الضابط نزار لعندي. ضابط نزار وهنا راح عند الجنرال قدرت. هادي وين راهي إليف؟ واش درت؟ كجديد في الموضوع ديالنا؟ اوه ما تعمرش راسك، هذاك المشكل القريب راح يتحل كيما هدرنا. انا راني برك نستنى في الوقت المناسب. اسمعني، اليوم لحقتني واحد المعلومات وقلت بالك يفيدوك في الخدمة ديالك. انا راني نشوف لو كان خير نركزوا على زاوية جديدة لهذا الموضوع. كيفاش؟ هذيك الإقامة اللي فيها الطفلة مسكن للرجعيين. راك متأكد حضارات يقدروا يديروها؟ وعلاش راك حاير؟ هذه خدمتك لازم تكون على بك كلش. أنا مول الإقامة هذيك نعرفهم من بكري، وعندي شحال وأنا نتبع في تحركاته. دوكا راهو داير عصابة بهذوك البنات، وراهو رافع دعوة على الجامعة تانيت. راك تشوف ولات يدهم طويلة لهاد المتخلفين، نتايا وانا واختي رانا، راهم لاحقونا وحابين يحطمونا. ولهاد السبة لازم نديرو خطة مليحة باش نتهناو من هاد المشكل. واش راح تربح اذا قتلت باعوشة مادام ما حطمش العش ديالها؟ شاه مات، خلاص ريح شوية. واش راك دير هنا بابا؟ وشنو هذا؟ تجيبهم لهنا تشوف بابا؟ وشنو هذا؟ وشكون هاد الطفله؟ واش دخلك انت في الاقامه تاع إليف؟ مالا راك تحاسب فيا يا السي الملازم بابا؟ وعلاش غير إليف اللي راكو تتبعوه؟ شوف عزيز، انا إليف ما تهمنيش كاع، ما على باليش واش راك شايف. بصح اكبر مشكل في هذيك الاقامه راهم يعاونوا في المتخلفين. بابا وإليف واش دخلها بالتخلف؟ إليف واش دخلها في الرجعية ياك؟ معليش، شوف وليدي، واش رايك بالصح بلا عياط ودواس ونديرو حاجة عندنا بزاف ما درناهاش؟
نهضروا كما اي ابن بابه. من فضلك ريح ريح. شوف وليدي، هذيك الاقامه مقر للتخلف، ومول الاقامه هذاك من بكري متورط في هاد الحكايات. على بالك هاد الطفله اللي راك تشوف في التصويره ديالها دوكا، هادي وحده من العشرات اللي راه مساكنين تما في هذيك الاقامه، راك فهمني؟ يعني إليف منهم وكاع راهم طايحين في هذاك المستنقع، واللي راهم خوفني كي راك تتبع فيها حتى تحصلك معاها في المشاكل اللي خاطينك يا وليدي. يهديك ربي، هذيك الطفلة ماشي مليحة، أفهم دوكا خلاص. لا لا بابا، ما نقدرش نامن بهذا الشي كامل، حتى ولو كان هذيك الإقامة كيما راك تقول إليف ما عندها حتى علاقة بهاد الناس. صح، معليش، وإذا قدرت نثبت لك هاد الهضرة لتما راح تآمني وتنحيها من راسك وما تزيش تحوس عليها. ما تقدرش تثبت هاد الشي. هاد الجواب يبين لي كل شيء ليك. إذا العقلية هكذا ندي بنتي، واش هذا؟ المدير هذا وين يحب يكركر بنتي معاه؟ دوك يجوا، علاش راك مقلق؟ ما تخافش ما خطفلكش بنتك. سبحان الله، واش هذه الهضرة؟ ما تقولينيش هضرة ما قلتهاش، لازم نديها تماركي في الجامعة غدوة نهار الأخر ديالها. أنعم. تقدري تهضري، راكي وحدك؟ راني وحدي. ملاح، اليوم راح نبعث لك برية وفيها كاع الورق اللي تحقيهم، وكاميرا تاني. كاميرا؟ ايه كاميرا، وردي بالك يشوفها كاش واحد. نحب نعرف شحال يتنفسوا في النهار ووقت صلاتهم. صوري كلش، كي يقراوا القرآن صوريهم، نحب نعرف كلش. دخلت لهنا على جال طفلة، منين خرجت لنا بهاد الحكاية؟ ما نحب حتى اعتراض. احنا الهدف تاعنا ماشي حشرة واحدة، راح نحرقوا قالاش. يا خويا ما تنحي لهاش خمارها، هي ما رايش حابة، هذا حرام يا خويا. والأستاذ إبراهيم رافع قضية، غدوة جلسة في المحكمة وإن شاء الله يربح القضية. يرحم بابك، عيتيني من الصباح بالهضرة هذه. يلا عيطي لهذا الراجل وقولي له يجيب الطفلة. ها مجاو بابا. جيتي على سلامتك يا لالا، وين كنتي؟ ماشي تفهمنا باش تروحي تصوري؟ البيروكا راي عندك يا اخي. ادري سي كمال، فرحت بزاف كي تبدلت مع إليف. راك مطلي في بنتك بصح كاينه حاجه، باش تنحي الحجاب ماشي بالسيف، لازم هي ترضى على هذا الشيء ولا راح تدي انت ذنوبها. وإذا راح ندي الدنبانة وانت ما راح تديه، ها؟ وبالك ما تربحش الدعوة، ماشي الطفلة تروح فيها؟ مستحيل، أنا وبنتي إليف رانا هدرنا بهذا الموضوع، وهي راح تدي القرار الصحيح، وفي الأخر القرار تاعها. بابا، ما رانيش حابة نتصور. لا إله إلا الله يا ربي، أعطيني الصبر معك. بابا أنا راني واثقة من عم إبراهيم، وهو راح يربح الدعوة. توثقي بعمك إبراهيم بصح ما توثقيش بباباك. يا بنتي ما على بالكش كاع واش درت على جالك، ها؟ عندي يومين وانا رايح جاي هكذاك، ظهري وعظامي كاع راهو يجعوا فيا، من الصباح لدرك كليت غير مرسو كارانطيطة. وهذيك قدرية نسيتي، لو كانت تشدني تقتلني. معليش، انت ما على بالكش، واش راح تقولي ليماك؟ يلا قولي كيفه. علاش يما راهي هنا؟ على بالها راني حيه. واش راكي شايفه قلبي حجره باش ما نقولهاش؟ انا باباك يا بنتي. بابا، ها؟ ربي يخليك الدنيا عندي يما. ولي والله ايه نديك، وعلاش حتى ما نديكش؟ اذا ما توثقيش بيا توثقي بيماك، افرحي برك. اذا راح تباتي عندي يماك اليوم خبرونا برك، وانت يا بالك تخلي بنتك وحدها، كي ترجعها للاقامه توصلها قدام الباب، فهمت؟
وهذه هدرة هذه اهدي عيني نشوف بها، هذه بنتي الروح ديالي وقلبي. يلا هاي نروح نشوفو يماك اختك. يلا حركي روحك قدامي بنتي. يلا كيفاش راهي يما؟ مليحه. وجوليا كيفاش راهي؟ كانت دايما تحلم باسطنبول، عجبتها؟ ايه بزاف عجبتها، راح تهبل. راني حاب نطرطق لك وجهك. واش صرالك؟ واش درت؟ علاش هضرتي قدام الراجل؟ ماشي قلت لك تتصوري باش نماركيك في الجامعه؟ امشي قدامي تحركي. بابا ماشي قلت لي راح تديني عندي يما؟ يا الزينه ما تمهبل. لا هبلت باش نقولها ليماك بلي مازالك عايشه. هذا سر، ما على بالكش لو كان قدرية تعرف بلي راكي عايشه. اذا راكي حابه تقراي تنساي كاع يماك. دوك نروحوا تتصوري من بعد تسجلي. تصوره وهنا تتصوري، فهمتي؟ والباقي كاع تنسايه، راكي تفهمي؟ امشي. هاي ادخل. جبت لك جاتو سوربريز. هاها واش راكي ديري هنا؟ واش جابك؟ مش بيك عمري، واش حرام وحده تجيب جاتو لخطيبها؟ انا قلت نفتحو صفحه جديده. طيبت بيدي على جالك. وقتاش خرجتي من السبيطار؟ المهم راني خرجت وراني بزاف مليحة كاني قدامك. خفت عليا بزاف بصح نوعدك ما نزش نديرها. توبة تعملي مليح، ماشي حاجة اللي تستاهل. سيهام يجي الوقت وتلاقي بواحد اللي راح يحبك بزاف. أصلا ما نيش نحوس على حتى واحد يحبني، خاطر عندي اللي نحبه وهو نتايا. سيهام ما رانيش حاب يسرك كما هذيك المرة. ما رانيش فاهمة علاش راك دير هكذا. هاد الخطا كلش حيتبدل، المشاكل اللي كانوا بيناتنا حيتنحاو. لازم تفهمي المشكل اللي بيناتنا هو قلبي. انا تاني على جال هاد الشي. شوف جبت لي قلب جديد وزيد تاني، كاين غير انا في هاد القلب. يا جوزي جوزي خويا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. حاب نصور الطفل الله يسترك. ادخل وجه الكاميرا ديالك. اراي بيرو كانتي. لا لا خلاص. ايه قلت لك اراي هنا. اراي هنا وما تهبليناش خويا. بالعقل وش بيك انت؟ انت بشغلك وش دخلك؟ راح وجه الكاميرا وبلا هضره زايده. سبحان الله. بابا ربي يعيشك ما ديرش هكا. انا ما نقدرش نحي الخمار ومن بعد ما نقدرش نشوف حتى واحد. اسمعي ما تهبلينيش، واش راح نفضحك انا؟ حطي هذه على راسك تشوفي. يلا حطيها حطي. راني نقول لك لبسيها على راسك. الاخ عيب عليك. علاش؟ ماشي انت اللي راكي حابه تسجلي؟ يلا لبسيها يا ولد عزيز. ربي يحفظك. حبس على وجه ربي. روح تصور في حاله واحد اخر بلا مشاكل. انت واش دخلك؟ روح لتها بشغلك. انا راني شاري عندك وانت عليك تصورني. هاك تشوف، هاك الدراهم. شد دقيقة ونكونوا واجدين لداخل. يا روح صورنا. يلا تحركي امشي انتي. ادخلي ادخلي. شوفي هاد المرة الاخرى نسقسيك، تحطيها على راسك ولا ما تحطيهاش؟ واش تسمى نذبحك ونتهنى منك؟ ارواح لهنا. بابا يما يما شوفي واش ريد. لمن هذا ليا؟ كيفاش خرج عليا؟ ما كانش حاجة ما تخرجش عليك. بصح قولي لي علاش ريتيه؟ حابة نتحجب. واش قررتي؟ يلا نوضي دوك وجه الهم. شوفي فيا المره الاخرى نسقسيك، تلبسيها ولا لا؟ تتصوري بالبيروكه ولا لا؟
على بالك ربي سبحانه واش قال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مش راكي تحضري؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. اسمعي، راح ديري علي إمام؟ ديري واش نقول لك، فهمتي؟ هكذا اللي مكتوب في القرآن الكريم يا بابا. النساء المؤمنات ما لازمش يكشفوا على المفاتن ديالهم. تي راكي حبتها بليني يا راكي حبتها بليني يا خلاص ارواحي لهنا ارواحي. الله يعاونك. تفضلي. راني حابه نستمتع الفيران، عندي في الدار زوج طبات كبار حابه نقتلهم نتهنى منهم. واش راك تستنى اخونا؟ اي صور يلا. فين حي يدك دوك تخرج في التصويره؟ لا لا مليح هكذا، انت دير خدمتك بركاي. اي واش راك تستنى؟ صور اكثر من وحده. كل ما نخمم فواش صار نحس روحي راح نهبل. جاوز ضف المكتب ديالي شغل هادوك تاع الزنق. رانا ما تعيطيش بزاف باش ما تسمعكش نجي. ما يستاهلش باش ديري هذا كاع، فهمتي؟ صح انت عندك الحق، بصح راني زعفانه بزاف، مانيش قادره نشد روحي، وجاني وبلا حشمه ويقول لي ما تخليناش نرجعوا هذا المشكل موضوع شخصي. هذا نسى كاع واش دار فيا، انا خسرت بنتي بسببه، فهمتني؟ يا اختي قلتك نساي هذا الموضوع وخلاص، مازال في يده فرصة واحدة وبرك. الخواف كي شاف روحه ما راحش يربح الدعوة، جا لعندك باش يقنعك، هذا ما كان. خويا ما راحش يكون حتى مشكل، ما راهمش رايحين يربحوا الدعوة ياك. من بعد راح يجي عندي واحد السيد وراح نتناقشوا في هذا الموضوع ونصيبوا حل ونشوفوا اللي راح تربحوها ولا لا. شكون؟ واحد القاضي ما تعرفهش هو اللي شهد هذه القضية. ما على باليش وعلاش راكي مقلقه هكذا كاع. الله يهديك، طفل صغير على بالو بالقرار النهائي تاع الدعوه. ايه لو كان تعرف شحال راني مقلقه. راكي مديتي له قيمه بزاف وما راهوش عاجبني الحال. وش ما عندها؟ راهو يدور في راسي حوايج ان شاء الله ما يكونوش صح. مثلا زعما تكوني مازالك تحبي هذاك المحامي. انا نامن بالعداله ونثق بها بزاف، واذا ماشي اليوم راح يجي نهار ويخلص هذا الظن، وراح يجي كاش واحد ويحط حد لهذا الظلم. وبكل صراحة أنا أول شخص نمشي في هذا الطريق، راهو مفرحني. يا بنتي أعطيني يلو كل عنوان تعدركم نعيط لهم يجوا يدوك منا. أنا ما عندي حتى واحد غير ربي سبحانه. تحلى لك ليام وتصفى لك.
ومحان خلي